مساء الخير لكل مشاهدينا. عادل حقي مساء الخير. مساء الخير يا سمر، منورني النهارده. سي. مبسوطه ان انت قليل الظهور، يمكن يعني نادر لما بتطلع في برنامج، بقالك فتره طويله ما طلعتش. دي حقيقه. طيب لو قلت لك اكتر لون بتحبه من الثلاث الوان دول، الاسود والاحمر والابيض، اي لون منهم بيعكس شخصيه عادل حقي؟ انا اولا بحب الثلاث الوان جدا جدا، كاختيار شخصي في الالوان. في لبسك مثلا ولا ولا في ديكور في بيتك؟ ديكور البيت، في ديكور البيت. انا في الخصوص عندي في الاستوديو عندي كاوتش حمراء، عامل اللوبي عندي احمر. الناس يعني ما كانتش متوقعه اللون ده هيبقى عامل ازاي، بس طلع لون حلو جدا. طب عندكم كمان لون احمر هنا كده؟ احنا عندنا الثلاث الوان دول هم الابطال. وبعدين هم كمان بيعملوا علم مصر، فاكيد لازم احب الالوان دي مع بعض. بس اوكي، بس لو الاحمر جه تحت، بس احنا أيوة مش بالزبط. بنستخدمه كعلم مصر. طب قول لي الاحمر، بما انك بتستخدم الاحمر كتير في حياتك، بيعكس ايه في شخصيه عادل؟ الاحمر بيعكس الباشن اللي هي العاطفه، الشغف. الشغف والعاطفه، هو لون مثير في حد ذاته ومثير. طب الشغف في الموسيقى ولا في الستات، ومثير في ايه بالظبط؟ انا عايزه اعرف. هو مثير لما مثلا يعملوا عربيه سبورتس كار، عربيه سباق، مش مهم، احنا ممكن نقول اسامي العربيات، ما عندناش توكيلاتها في مصر، فيراري او لامبورجيني، بيعملوها لون احمر فبتبقى اتراكتيف جدا. الست لما بتحب تجذب راجل بتلبس احمر، بيبقى معروف انها بتبقى عايزه حرب يعني. بس الستات اولا ولا العربيات اولا؟ العربيات اولا، انا بحب العربيات جدا. العربيات قبل الستات؟ طبعا، لان انا لو عندي عربيه حلوه اكيد هجيب ست حلوه برضه تركب فيها. ده السياسه. يعني العربيه وسيله لاصطياد الستات؟ لا خالص خالص، لا 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 عادي. طب امال بتصطاد الستات ازاي؟ بالاهتمام وبالحب وبالحنية. أكتر حاجة، أكتر حاجة ونصيحة لكل الرجالة، الست تحب الراجل الحنين جدا. أنت حنين جدا؟ أنا موت. بتغني لهم؟ لما كنت صغير، لما كنت صغير كنت أغني من هنا تلاقيها وقعت من هنا. طب بس أنت لسه بتصطاد و... لا أنا اتجوزت خلاص. احنا بنتكلم قبل الجواز. مبروك على الجواز اولا. لسه عادل حقي عريس دلوقتي، بقاله تقريبا 3 شهور. مظبوط. ما اعلنتش، يمكن ده الخبر ده المقربين بس اللي عرفوا. انا حتى ما عملتش فرح بالشكل. انا مراتي من اسكندريه، بلدياتي، وشفتها قلت لها انا هتجوزك. مش تهور ولا جنان، بالعكس. انا اللي ما خلانيش اتجوز طول السنين دي، اكيد مش هاجي مره واحده اقول لواحده انا هتجوزك واعجل بالجواز بالشكل ده ولا ابقى متناقض في شخصيتي. طب قولي، انت كنت قاصد ان انت تبعد عن الصحافه والاعلام في جوازك؟ طبعا. انا ما حدش له دعوه. انا بعد وفاه والدتك خصوصا، وخصوصا حتى موضوع وفاه والدتي، في ناس بيستغلوا حدث في حياتهم. انا مش ده طبعي خالص. حتى في مش بتحب البروباغندا؟ لا يعني. خالص خالص ما بحبش. لو كلمتك بقى في ليله بيضه مرت في حياه عادل حقي، ليله بيضه، انا ممكن اقول لك ان هو كان يوم فرحي. الجواز. الجواز ده اول مره تتجوز يا عادل؟ لا دي تاني مره. تاني مره. انا عرفت ان انت كنت متزوج قبل كده في اسبانيا. في اسبانيا من زمان. انت عشت فتره طويله في اسبانيا. طب ايه سبب انفصالك عن زوجتك الاسبانيه؟ ولا كنت اخدها لمرحله ما زي ما الناس ما بتعمل لما بيسافروا عايزين ياخدوا فيزا او اقامه؟ لا انا ما كنتش محتاج. انا عندي جنسيه اوروبي من والدتي، فولا كنت محتاج فيزا ولا محتاج اتجوز واحده. بالعكس، اتجوزت بنت كويسه جدا. قعدت في اسبانيا علشان خاطرها، يعني انا كنت رايح اقعد شهر، قعدت 15 سنه وما خلفتش يعني. فلا، لما اتجوزناش 15 سنه. انا كنت عايش في مربيه و كنت بشتغل هناك، كنت بغني هناك، وتعرفت عليها طب اقعد، طب مش عارف ايه، كنت مخلص دراستي وكانش في اي مشاكل في الاقامه بالنسبه لي، فقلت اتجوزت وقت ايه؟ هرجع. اتجوزنا سنه ونص. سنة ونص بس ما خلفتش. 9 سنين
مخطوبين بتعرفوا بعض او مخطوبين واتجوزنا سنه ونص. هنسيب اللون الاحمر والابيض هندخل لليله السوداء. ليله السوداء احنا يمكن اي حد هيتكلم مع عادل حقي لازم يتطرق لموضوع منا فضلي. اسمح لنا ان احنا نلون لك الموضوع. واعتقد الموضوع ده بالنسبه لك كان اسود لان حصل كلام كتير فيه. هي نقطة سودة كانت أو نقطة سودة أو ليلة سودة. كان في أحكام، في قضاء، في سرقة، في أنا أسفة تصريحات كانت خارجة عن اللياقة، وصلت لمستوى مش مني. أسفة للكلمة للردح. لا مش مني، مش من طرف. بصرف النظر إحنا ما بنقولش مين، بس أقصد إن العلاقة انتهت بشكل ما كانش مستحب. يعني ايه اللي وصل علاقة بدأت بشكل محترم وكويس وداخلين جواز ان هي توصل للمرحلة دي ونبدأ نقول على بعض كلام؟ يعني هو انا مستغرب ان هو لسه بيصير، يعني هو جايز نقطة سودة لان هو لسه الواحد بيتكلم فيه بعد 7 سنين، عشان اخد يمكن مساحة كبيرة، اتعرض في الصحافة، هو اخد مساحة كبيرة. وبعدين يعني هو سبب المشكلة برضو شخصيات عامة، يعني منة فضالي ممثلة وعادل حقي ملحن وموزع ومطرب. فالشخصيات العامة دايما، وهي اللي شهرتني، فيعني فأشكرها طبعا على الموضوع ده. لا بصي، هو سبب الانفصال مبدئيا ما هواش طبعا في سبب مادي، لكن السبب الثاني التناقض الشخصية والفرق الاجتماعي. مش مهم يعني، هو طبعا اكيد الفرق الاجتماعي بيأثر في العلاقه، بس ممكن الواحد يتماشى معاه لو الشخصيه اللي قدامه دي بتتجاوب. لكن المشكله ان انا اروح عيد ميلادي عازم 10 بني ادمين اصدقائي مش من الوسط الفني. انا ماليش اصدقاء في الوسط الفني خالص، يعني مش في الوسط الفني. يعني انا ممكن حد يكون بيشتغل بطريقه غير مباشره في المجال الفني زي مصطفى سرور، هو صديقي اولا، ثانيا هو مدير اعمالي. اعمالك ومدير اعمال الفنانه هيفا هيفا ومحمد سامي وماجد المصري ونجم ماجد المصري كتير من الفنانين. فده صديقي، بس ما اعتبرش ان هو في المجال الفني. لما عزمت 10 اشخاص رحت لقيت 22 مصور. يعني فاهمه ازاي؟ في المونداك مثلا، وبعدين تاني يوم الاقيه في الجرايد والاقي مكتوب منى فضلي تحتفل بعيد ميلاد خطيبها. فانا مش عايز مصورين، انا ما بحبش التصوير، انا ما بحبش. انا المره الوحيده اللي ظهرت فيها في التلفزيون. يمكن منى بتحب تشد الانتباه ليها وبتحب تلفت النظر ليها. بالعكس، فانا ده متناقض معايا تماما. انا ما بحبش شخصيتك. طب هي قالت ان عادل حقي خني. ده غير صحيح بالمرة خالص. طيب لو حطيت لك الثلاث كتب الاسود والاحمر والابيض، وفي ايه الكتب دي؟ هقول لك، لان طيب. انت هتاخد كتاب في اخر الحلقه. بجد والله؟ طيب. لو قلت عادل حقي لو اختار كتاب بيعكس حياته ايامك ولياليك، ايه اللون الغالب عليها اللي تملى بيه كتاب من الثلاثه دول؟ انا اعتقد اللون الابيض. الابيض؟ طيب لحسن الحظ. يعني بصي، احنا دايما الانسان بيشتكي وبيعيط وبيقول ويا رب وانا ليه حظي كده، بس انا فعلا لما مريت بتجربه والدتي حاجات كتير قوي هانت في حياتي. يعني اتغيرت ومواقف كتير قوي حسيت انها تافهه جدا وما تستاهلش، وبحمد ربنا ان انا عايش كويس جدا واحسن من غيري كتير. وبالعكس انا حياتي اعتبرها كلها انا مبسوطه ان انت اخترت الكتاب الابيض. بتمنى ان انت كل ايامك تكون حلوه وسعيده الحمد لله. وهنتكلم في الموضوع ده، بس هيسمح لي يعني هيكون بعد الفاصل. استنونا. عادل، الفقرة دي فقرة الفوتوشوب، احنا حاطينك في مواقف انت مش فيها. هنعرض لك بعض الصور وهنعلق عليها مع بعض. ربنا يستر. يلا نبص على السكرين. عادل حقي مع راقصة شعبية في كباريه شعبي. ايه رأيك؟
دي من غير ما تكون طلعت في فيلم فيلم عربي كده مش عارف. ممكن تعمل كده كباريه؟ لا ما رحتش كباريه قبل كده. مع لو اتعرض عليك ودولك فلوس كتير ما كنت عايش قوي في اسبانيا وانك تغني في كباريه شعبي. اغني في كباريه شعبي؟ لا استحاله استحاله استحاله. ليه؟ ولا ده مبدأ؟ مبدأ طبعا. بتشوف عندي. الناس اللي بتغني في الكباريهات ايه؟ لا مبدأ فني مش مبدأ اخلاقي. انا حامل ايه وانا بغني في كباريه؟ ما في فنانين كبار وصلوا لاسماء كبيره جدا ونجوم وبدأوا في كباريهات. ما زمان الكباريهات كانت حاجه ودلوقتي كانت حاجه ثانيه. اتغيرت يعني؟ اكيد. مش الكباريه هو الكباريه؟ والله هو كباريه هو مفهومه ان هو نايت كلاب يعني ما هوش بالصوره اللي بيصوروها في الافلام على طب فكره. طب ما انت غنيت في نايت كلابس. مش في كباريه. يعني الكباريه حسب ما بيصوروه في الافلام بتاعتنا المصريه هو مكان كله خلاعه وقله ادب ومش عارف ايه وسكر، مع انه هو نايت كلاب فيه غنى ورقص وناس قاعده بتتعشى وبتشرب كحول او غير كحول، ده اختيار شخصي بالنسبه له. طب انت بس احنا بنصور دايما حياه الكباريهات بصوره سيئه جدا. صوره سيئه. هو ده اللي يخوفك ان انت ممكن تغني في اي كباريه؟ بس هغني طالما الصوره بتبقى هغني لهم نات كين كول في كباريه هيرموني بالازايز اكيد. مش هينفع. طب كنت بتغني في نايت كلابز امتى؟ اول ما جيت مصر كان 2004 2005 و2006 ابتديت اسحب نفسي لما الاماكن دي ابتدت الناس اللي بتروح فيها مش فاهمه اللغه بتاعتي. كنت مش محتاج فاهمين فلوس اللغه الفترة دي عشان كده كنت بتروح نايت كلابس؟ لا انا بحب الغنى جدا واياميا كنت بغني في مكان يعني كان احسن مكان في مصر، مكان اسمه المونداك، وكان كل الناس اللي بتروح هناك الناس بتتكلم لغات وعائلات وكده. لما ابتدى كل الاماكن في مصر تبتدي الناس دي واقول لك السبب بالظبط ان كل الناس دي ابتدت تعيش في التجمع ومش عارف ايه وبتاع، فبقى صعب عليهم ينزلوا في وسط البلد فبقوا يسهروا كلهم فابتعدت عن الغنى ده لان ما بقوا يشغلوا اي حاجه فيها سقف وسجاد بعد ما انه تلاقيهم قاموا رقصوا وهزوا وبتاع، قمت رامي لهم المايك في الشارع والله العظيم ومشيت وما غنيتش. عادل اتعرض عليك من ستات مثلا هم يقضوا معاك ليالي حمراء خلال كتير شغلك كتير في الملاهي الليليه؟ لا خالص. خالص؟ لا خالص. طيب نبص على السكرين. ايه مسجلين لي حاجه؟ عادل حقي؟ طفل صغير. دي حقيقه. ليه معظم اللي ارتبطوا بيك ان انت علاقتك بوالدتك قريبه لدرجه ان احيانا كانوا بيقولوا عليك ان انت ابن امك، اسمح لي وانا بتاسف بس ده اللي بيتقال زي عقده اوديب كده. لا خالص خالص. لو انا هما كانوا بيغيروا، عارفه اللي هو بيغيروا من علاقتك بامك؟ بيغيروا لان هما نفسهم علاقتهم باهاليهم مش مستقره فبيستغربوا. وبعدين انا امي كانت ست اجنبيه فري اوبن مايندد، كنا اصحاب جدا فاهم ازاي؟ متفتحه. عارفه كل مصايبي، عارفه طب كل. الله يرحمها ما اثرتش على علاقتك باي واحده كنت خاطبها او كانت بتغير عليك من كتر علاقتكم ان هي قريبه؟ لا ممكن بعد ما اكون سبت واحده تقول لي الحمد لله، لان انا يعني عمرها ما لدرجه ان عمرها ما اتدخلت، سابت الامور تتطور ويحصل ارتباط رسمي ويحصل كده وهي ساكته. عارفه كل مصايبك زي ما انت ما بتقول؟ ايه اكتر مصيبه عارفاها ودارت عليك؟ هي مغامرات نسائيه ما فيش اكتر من كده. ايه المغامره مثلا وصلت لحد فين؟ كارثه؟ اللي هو لو فلانه جت ولا اتصلت تقول لها انا مش موجود وبتاع ده بالنسبه لك اكبر ومختفي. اكبر مصيبه؟ ما انا ما بعملش مصايب اصلا يعني ما بتعملش مصايب؟ لا راجل ملتزم، انا بقف في الاشاره الحمراء الساعه 3 بالليل فما بقالي كتير. كسرت قلوب كتير؟ بنات كتير؟ لا بالعكس، ده انا اللي اتكسر قلبي كتير قوي. والله. كم واحدة كسرت قلب عادل حقي؟ كتير؟ كتير. ليه انت حبيت كل اللي انت خطبتهم؟ او لا. اللي انت ارتبطت بيهم؟ لا مش في حب كبير قوي في حياتي كده. كم مرة انت خطبت مرة كم او اتنين؟ خطبت كم مرة؟ منة ثلاثة. ثلاثة اللي هي منة ومنى ورانيا. رانيا دي اللبنانيه اللي كنت مرتبط بيها واعلنت خطوبتك. بنت تانيه بس كنا قرايه فاتحه بس يعني. اعلنت خطوبتك عليها خلال برنامج ديو المشاهير. قدام 40 مليون مشاهد. يعني وما كملتوش.
ما كملناش ليه. في ناس كتير اعتقدت بان علاقتك برانيا اللبنانيه في الوقت ده لديو المشاهير علشان يجي لك اصوات ترفع شعبيتك، لا 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 الناس لا تدي لك صوتها في المرحله دي. لا نهائي نهائي. بصي، اذا كان انا في يوم من الايام اعلنت خطوبتي على الملء كده، فده لان انا بتصرف على طبيعتي. جايز انت تعرفيني أكيد. على المستوى الشخصي انا ما ولا بتصنع عمري ولا بالعكس، يعني انا حتى بعلن للناس اللي قدامي، ما ببقاش حاطط في دماغي الناس اللي ورا الكاميرا قاعدين بيتفرجوا في البيوت. بدل لان توني ابو جوده هو اللي كسب يعني. هنرجع للحته دي، بس انت ما استغلتش رانيا وجودك في لبنان وخطوبتك ليها في الفتره دي، ما استغلتهاش لوصولك لاصوات معينه او للنهائيات. الموضوع شخصي، لا لا موضوع شخصي بحت، هي شخصيه هايله. لان اللبنانيين كلهم حبوك في الفتره دي وكانوا بيدوا لك اصوات، وانا بحبهم جدا، وكانوا مقدرين جدا ان انت ارتبطت من عندهم، وكانوا عايزينك تعيش في البلد. بالظبط بالظبط، ولغايه دلوقتي حتى لما رحت عشان المسلسل اللي احنا كنا بنشتغل فيه. طب يبقى انت استغلتها في الفتره دي من غير ما تقصد. لا خالص. طيب نبص على السكرين. عادل حقيس السيد نهائي ابدا نهائي. ما ينفعش تتجوز كذا واحده في وقت واحد. عادل لا لا ابدا. لا لا خالص. طب افرض دلوقتي بعد كام شهر واحده دخلت حياتك وحبتها، هتعمل ايه؟ مش عايز. افرض هتكون علاقه عابره، ممكن يحصل، وارد انه يحصل، انت بتحب على روحك؟ ده لا خالص خالص. انا يعني الحمد لله طبعا ان شاء الله دلوقتي هرجع. ممكن ولا مش ممكن؟ هتلاقي خناقه جامده. ممكن ولا مش ممكن؟ لا مش ممكن. لا يمكن ان انا اتخذ قرار جوازي واتجوز فعلا. دي ناس كتير قوي مش لازم تتجوز، بقول لك علاقه عابره ممكن تحبها. انا راجل مش خاين. ده نطلع لفاصل واستنونا بعد الفاصل. فقرتنا الثالثه دلوقتي عادل هي فقره التقويم الثوري. عاملين وخاص ببرنامجنا فريق الاعداد عامله من 25 يناير لحد دلوقتي وقاعد معانا شويه. تمام. الفتره دي الناس كلها اتغيرت، سلوكيات الناس اختلفت في الشارع، في حاجات بقت بتتعمل ما كانتش موجوده قبل كده. يمكن ده نتاج فتره التخبط والازمات اللي احنا مرينا بيها في 3 سنين ونص. احنا عملناها مش عشان نتكلم في السياسه، ولكن عملناها علشان بنعرض ان الناس طلع اسوأ ما فيها، وهنعرض عليك بعض الليالي، هنشوف انت كنت فين في الليالي دي وبتعمل ايه. هتسمح لي ان احنا نعرض لك على الشاشه وتبص عليها؟ الليله 764 او 764. فاكر الليله دي؟ هي يعني ايه 764؟ من 25 يناير لحد دلوقتي، هي بتوافق الخميس 7 فبراير 2013. 7 فبراير 2013. الليلة دي مهمة جدا لأن هي ليلة حصولك على المركز الثاني في ديو المشاهير. 2013؟ 2013. دي تعتبر ليلة سودة بالنسبة لي. لأن هزيمتك قدام توني أبو جودة، أنت كنت متوقع إن أنت هتكسب، مظبوط؟ أنا كنت أتمنى، مش عشان البرنامج، أنا السبب الوحيد إن كانت والدتي في لبنان وبتتفرج على الحلقة على الفاينل هناك، وكانت مستنية إن وكنت عايزة اديها دي هديه، مش بالنسبه لي. انا حاسه ان انت متاثر قوي بالنتيجه، بس انت حسيت ان في لعب في النتيجه؟ بصراحه حسيت ان ما كانوش يعني حياديين، حسيت ان هم كانوا منحازين علشان هو كان لبناني وانت مصري. طبعا اكيد راوتني الشعور ده. حسيت لان انا كنت حاسس في الشارع اللبناني، يعني لما كنت بنزل الشارع واخش في كانوا يعني كلهم بيشجعوا عادل حقي. دي حقيقه. طبعا ما انكرش ان توني صديق اولا وحد موهوب جدا، بس انت كنت شايف نفسك اكتر موهبه، او كنت شايف نفسك ان انت تستحق ان انت تاخد اللقب؟ والله انا الموضوع ده صدقيني كان البرنامج كله كان في ظروف قاسيه جدا شخصيا. جايز انت حضرتي ورا الكواليس طبعا. معلش انا بدخلك في الموضوع لان كنت معايا في البرنامج. أكيد. انا كنت ساعات كتير قوي ببقى ببكي جوه في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، بعدين بطلع
أهزر مع أسامة مثلا الرحباني. دي حقيقة، يمكن كلنا بنمر بظروف في البلد كمان صعبة، وانت كمان يعني ظروف البلد يعني بظروف شخصية يمكن كانت مأثرة عليك منهارة شخصية. دي حقيقة. أمي في أسبانيا بتاخد علاج كيماوي وأنا المفروض أطلع أغني، وكان في أيام كتير قوي كان بيبقى في مكالمة عارف إنها هي في المستشفى وبنسى. أنا يوم الفاينل ده الصبح، بس كان يوم سبت الصبح، كان الدكتور عندنا وكان بيشوفها وقال لي خد مامتك وارجعوا على مصر لان ايامها معدوده. ده يوم الفاينل، انا يوم الفاينل طلعت اغني مش فاكر ولا كلمه في الاغاني، واتصدمت بانك لما طلعت في المركز التاني. للبروديوسر قلت لها لو مش هتحطي لي الكلام على شاشه انا مش هطلع اغني، لان انا ولا يفرق معايا البرنامج، ولو في شرط جزائي 75,000 دولار هدفعه لكم. وكانت صدمه بالنسبه لك طلوعك للمركز الثاني، لان انت كنت متوقع ان انت تاخد المركز الاول. يمكن ناس كتير كانت متوقعه ده، ناس كتير كانت متوقعه جنب توني يعني ابو جوده. طبعا توني موهبه جميله جدا واحنا بنحبه على المستوى الشخصي، بس كان عادل حقي اثبت وجود الحقيقه في ديل المشاهير. طيب نبص على الليله الثانيه 1223، ده 31 مايو 2014 يعني قريب الكلام ده. تقريبا من شهر وشوية، أغنية بشرة خير. أنا يمكن اتكلمت في الموضوع ده مع رامي صبري كان ضيفي هنا في في البرنامج، بس أنا هسألك على المستوى الشخصي، أنت مين قريب منك، عمرو مصطفى ولا محمد رحيم؟ الاثنين مختلفين عن بعض تماما. إيه رأيك في الصراع اللي حصل بينهم؟ مين عنده حق في الـ في الـ في اللي حصل ده بسبب الأغنية؟ كل واحد قال الأغنية دي بتاعتي، حصل كلام كتير ما كانش يجب إن هو يحصل. ما هو ما كانش يجب انه يحصل. انا شايف ان هي الاغنيه فرحت الناس لفتره، واعتقد انها اختفت. مسروق من محمد رحيم الاغنيه دي؟ والله عايز رايي الشخصي انا كموسيقي، وانا ما بتكسفش من حد ولا بخاف من حد، هي شبه اغنيه هندي جدا، فما اعرفش مين اللي اقتبس يعني اساسا من الهندي. مش مسروقه من محمد رحيم، يعني ممكن تكون مسروقه من الهند. احتمال. انا سمعت اغنيه هندي شبه اللحن ده بالظبط. يعني بصي اذا الشبه بيتعدى 70% بقول ان هو شبه. ساعتها قلت ايه؟ ما بقولش. لا جواك قلت ايه اول ما سمعت الاغنيه دي؟ عادي، ما ده بيحصل. ده بيحصل كتير. طبعا بيحصل كتير، احنا 3/4 افلامنا مسروقه. يعني نفسي الاقي قصه فيلم ما كنتش شفتها في السينما قبل كده، يعني مسروقه. بس ده منتشر بينكم كملحنين، ان في ناس كتير قوي بتاخد تيمه او بتاخد اغنيه كامله وتعمل وتشغل عليها لحن اغنيه مصريه يعني. للاسف عادي، شغالي دي تلاقيها كاراوكي. طيب نبص على الليله الثالثه، الليله رقم 1. ده يوم ما اتولدت بقى ولا ايه؟ 25 يناير 2011. كنت فين في الليله دي؟ 25 يناير كنت بشتغل مع عمرو دياب، كنا في الاستوديو، وبعد كده اتطورت الاحداث، وبعد كده بقيت متلقح في ميدان التحرير على طول. بس كنت من الناس. إيه وايه موقفك؟ كنت من الناس اللي بتحط سكارف كده مش رايح اتصور، يعني انا مش رايح اقول انا هنا واقف مع الفنانين في الجزيره اللي في النص وبتاع، ده انا مش رايح اعمل دعايه. انا ما بعملش دعايه، انا لما بعمل حاجه عشان مقتنع بيها مش عشان الدعايه. عادل حقي بشكرك على وجودك معايا النهارده، احنا مبسوطين بوجودك جدا. طبعا. نورتني. وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.